أهلين وسهلين أخي مصطفى. أهلين فيكي، وصلتوا لشي جديد بالدفتر؟ إيه بابا، هلأ عم يشتغل على اختراع جديد. نحن أنقذنا 10 صفحات وإن شاء الله رح ننقذ البقية. فهمتوا شي منه؟ الكتابة صارت واضحة تماماً، بس أنا وبابا ما عم نفهم شي منه. يا خادمة، يعني كلمات مكتوبة بطريقة مشفرة ونحن ما عم نقدر نفهم منها شي بنو. يا خادمة، ما رح رد عليك. عم ناديلك يا خادمة. طيب يا مساعدتي. نعم يا معلمي. ممكن تجيبي لي حمض الهيدروكلوريك بسرعة؟ حاضر. أخي مصطفى، الشاب يلي جبته لهون يلي بيفهم بهالكتابات، برأيي إذا اشتغلنا مع بعض يمكن نوصل لشي. صار معه حادث امبارح. وضعه خطير؟ لا، هو عند ليلى بالمشفى وبس يتحسن ترجعوا بتتابعوا الشغل. ماشي، معافى. أنا منيح منيح. بابا، ما ضل عنا أي شي ناكله على العشاء، رح روح وجيب أكل، كمان رح مر على المحل وشوف إذا طلبيتك وصلت ولا لا. وصلي له سلامي. لمين؟ لهداك، للسيد روبير. كل الأنابيب يلي بعت عم تنكسر، يبعت لي نوعية أفضل. ماشي، رح خبره. خاطرك. نيهان، بس ما كون زعجتك. لا بنوب، تعالي. الحمد لله على سلامتك. صرت أحسن، بس إيدي عم توجعني شوي. هي مكسورة، الدكتورة ليلى هيك خبرتني، بس ما في أي خطر. منيح. أنت شو عرفك إنه أنا هون؟ اليوم أخي مصطفى إجا لعنا مشان الدفتر. ايه؟ هو خبرني. الدفتر. ايه بس اتحسن. أنا جبت الدفتر معي، وإذا تعبان من أجله لبعدين. لا بالعكس، أنا مالي تعبان أبدا، منيح إنك إجيتي. ماشي، خلينا نبلش. هالكلمة شو بها هالكلمة؟ هي الكلمة دائما بيكون رقم الكلمة الثالثة بكل سطر، شوف. ايه معك حق، ممكن يكون إلها شي معنى، بس بهالسطر موجودة نفس الكلمة، بس هون رقمها 7 مالها 3. ايه حتى لو 7 ما بتفرق أبدا، المهم إنها عم تتكرر بكل سطر. أنا متأكدة في إلها معنى مهم. نيهان، أنت ما بتملي باسطنبول؟ معقولة في حدا بيمل باسطنبول؟ شو بيعرفني؟ مو أنت فتلتي العالم كله مع أبوكي؟ لهيك سألتك. طيب، هو بالحقيقة أنا ما عندي أصدقاء غير أبي، بس لما أجينا لهون انشغل كتير، يعني ما رح أكذب عليك مليت شوي. ما عندك أصدقاء هون؟ أوه،
شايفة إنك تحسنت منيح وصرت تستقبل ضيوف؟ لا مو هيك أبداً، أنا أجيت لهون لأنه السيد مصطفى قال لي إنه أجي. إيه السيد مصطفى عطانا وظيفة منشان هيك إجت نيهان. كتير منيح إنه أجت، مريت لأطمن عليك بس شايفة إنه ما في داعي لوجودي. دكتورة ليلى، المريضة اللي بالغرفة الثالثة عم يستناكي لتعطي الدواء. ماشي جاية فوراً، رح أترككن للوظيفة تبعكن. شكراً إليك. ليش هيك حكت معنا؟